رجل المعجزات شفيع المستحيلات أبونا فلتاه ولد بالشرقية من أسرة تقية بمحبة غنية أبونا فلتاه كان اسمه كامل كان شاب فاضل اتربى على الفضائل أبونا فلتاه حفظ وصايا الرب عاش في سلام وحب كان طيب القلب أبونا فلتاه كان أصغر إخواته الخدمة كل حياته مفيش قداس فاتو أبونا فلتاه اتأثر هذا الأمين بسيار القديسين اعتبرها كنز ثمين أبونا فلتاه نبأ له أبونا مين البابا خير اللي سراعينا بالرهبنا لفدينا أبونا فلتاه سيم هذا الإنسان بدير السريان كان كثير فرحان أبونا فلتاه باسم فلتاؤس خدم الرب القدوس ليفوز بالفردوس أبونا فلتاه حربوه الشياطين افتكروه ضعيف مسكين فهزمهم أجمعين أبونا فلتاه خادم الرهبان وخباز القربان وعاش معهم في أمان أبونا فلتاه كان كتير الصلاة أحب هذه الحياة يسوع سند أواه أبونا فلتاه كان زاهد ناسك في المسيح ماسك نشيط متماسك أبونا فلتاه كان من السواح مضيء كالمصباح يسوع كان له سلاح أبونا فلتاه دايما ناكر ذاته التواضع حياته الصلاة كل أوقاته أبونا فلتاه أوهب رب القوات بعجائب ومعجزات أعطاه كتير بركات أبونا فلتاه البابا شنود الحكيم ألباسه الإسكين في احتفال وتكريم أبونا فلتاه خدم بكل إخلاص قلبه حنون حساس حسب حب الناس أبونا فلتاه أكمل جهاده للرب قبل المرض بحب بشكر وقلب محب أبونا فلتاه اتنيح هذا المختار ليكون من الأبرار في سماء الأطهار أبونا فلتاه أرجوك اشفع علينا للرب فادينا يقبلنا ويغفر لينا